أصدقائنا الذين زاعلين من موضوع الضرائب، يقول لك أنا ليش بدفع ضريبة؟ بالذات هنا في أوروبا ممكن الحكومة الهولندية تسلخك 40% ضريبة. بس لما تجي تتعجب وتجي تشوف قانون الضرائب زمان كيف كان الناس بتتناوله، خلوني أقول لكم هذه القصة. عام 1718 في روسيا كان في قيصر اسمه بيتر، وهذا بيتر هو قيصر روسيا. قام ابتكر قانون جديد، يعني فرض ضريبة جديدة على الناس فوق الضريبة المتعارفة، وسمها بضريبة الروح. يعني كونك موجود على قيد الحياة وبتتنفس لازم تدفع ضريبة للسلطان أو للقيصر، حق ما بتتنفس، حق ما بتتحرك أعضائك الداخلية، القلب يدق والرئتين والأمعاء والكبد، تدفع عليهم ضريبة. لو كمان إيه؟ إذا ما دفعتش الضريبة لا تلومن إلا نفسك، عنفصل عليك السلك. ما أدريش بعض الأحيان الحكومات هنا هل هي قد حسبت ضريبة الروح من ضمن الضرائب اللي بترفعوا على الشعوب الآن في الزمن هذا، بس مستحيين يقولوا لنا لك لا خلي الضريبة 39%، بس لا تقول له شدنا فيها ضريبة روح، إحنا يعني تخلي الموضوع بيننا يعني، بس يعني أو إنه يمكن قيصر روسيا كان أكثر وضوحا، بس والله الموضوع يعني استحق التأمل.